معكم على نص الموقع عرفنيتكم. فيديو النهارده هنستعرض معكم اضافه لمتصفح جوجل كروم. الاضافه دي مسؤوله عن تشغيل الفيديوهات اثناء تصفحك. الاضافه بسيطه جدا، مجرد تبدا تخش على الرابط الخاص بالاضافه، طبعا يكون موجود في الموضوع الخاص بالفيديو النهارده، هتبدا تضغط اد تو كروم. الاضافه هتبدا تثبت معاك على المتصفح، هتبدا تظهر بالشكل ده. دي الايقونه الخاصه بالاضافه من خلالها تبدا تشغل فيديوهات. هتبدا مثلا تروح لاي فيديو على اليوتيوب، ولو مثلا قناه اليوتيوب الخاصه بينا، مجرد تضغط كليك يمين تختار نسخ الرابط. ده لو انت حابب تاخد رابط خاص بالفيديو او انك تبدا تاخد رابط من فوق، هتبدا تضغط على الاضافه. الاضافه تلقائي بتبدا تاخد الرابط اللي انت نسخته، هتبدا تضغط بلاي فيديو. هتبدا تظهر الاضافه بالشكل ده. طبعا تقدر تحرك الاضافه في المكان اللي انت حابب او يكون مناسب ليك لمشاهده الفيديو اثناء تصفحك او اثناء تنقلك ما بين التابات او النافذ الموجوده. الاضافه تبدا تظهر معاك. طبعا الحجم تقدر تتحكم فيه كمان، اعتقد الحجم ده يكون مناسب اثناء تصفحك للمواقع. طبعا تقدر تضغط اوتو بلاي. اوتو بلاي ده هيبدا يشغله بشكل تلقائي. لو انت حابب تبدا تقفل النافذه عن طريق الضغط على علامه اكس، النافذه تقفل معاك. الاضافه بسيطه جدا واستخدامها بسيط، لكن هتوفر عليك بشكل كبير جدا انك تبدا تقسم مثلا الشاشه جزء اليوتيوب وجزء التصفح، او انك تبدا تضغط المساحه الخاصه باليوتيوب عشان تبدا تشوف الفيديو. الاضافه دي هتوفر عليك الموضوع ده بشكل كبير جدا. ده كان موضوع الفيديو النهارده. بالتاكيد لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو ده اول مره شفنا على اليوتيوب تعمل سبسكرايب. بننزل فيديوهات بشكل مستمر، كمان تقدر تتابع صفحتنا على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، جوجل بلس. جميع الروابط هتكون موجوده في وصف الفيديو. ده كان موضوع الفيديو النهارده. ربنا يوصل الفكره. كان معاكم على مسار موقع عرفنيتكم.